السلام عليكم نبدا ان شاء الله الجزء الثاني من المحاضره يعني كمان خمس دقايق ان شاء الله عشرة ولا خمسة نبدا ان شاء الله الحضور هل في صوت واضح المعلومات واضحه في استفاده يعني حابب اسمع منكم يعني واضح ان مفيش حاجه خالص بس. تمام تمام شكرا ليكم Demem şok edici. Bu da siz inşallah onu da. تنسوش يا جماعة في نهاية المحاضرة قبل آخر خمس دقايق أنا إن شاء الله هاخد سكرين شوت من الحضور عشان نسجلهم إن شاء الله في الحضور عشان التقييم اللي هو زي ما قلنا فيه عشر درجات من إجمالي الدرجات بتاعة المادة خاصة بالحضور <تصفيق> طيب. <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم نبدا طيب احنا كنا قفلنا كده الجزء الاول من المحاضره بالكربوهيدرات فزي ما قلنا الكربوهيدرات ليها اهميه أه وظيفية غير الأهمية التغذوية بتاعتها زي ما قلنا إن أهمها الطاقة إن هي مصدر الإمداد بالطاقة الخصائص بتاعتها مهمة جدا يعني خلينا نقول أهم حاجة في السكريات إن هي بتستخدم كمحليات يعني المصدر الأساسي للتحلية هو السكر أو الكربوهيدرات يعني؟ كمان بتستخدم كمكثفات ومثبتات ومحسنات للقوام في بعض الأغذية. هنيجي نتكلم إن شاء الله على الكربوهيدرات كأغذية وظيفية. هنتكلم بالتفصيل على ده طيب بالنسبه للتحلية او الحلاوه بتاعه السكر ف الدرجه بتاعه الحلاوه بتقاس حسب نوع السكر يعني كل ما تغير نوع السكر كل ما درجه حلاوته بتبقى مختلفه تمام طيب؟ الدرجه القياسيه اللي احنا على اساسها بنقيس بقيه درجه حلاوه السكريات الاخرى بتقاس على حسب سكر اللاكتوز سكر اللاكتوز هو خلينا نقول يعني بي هو لو انا قلت ان هو يساوي واحد فانا مثلا بقول الفركتوز مثلا ماينس اتنين من الحلاوه تمام أه لو هقارن سكريات بالمقارنه بسكريات اخرى على حسب درجه الحلاوه فنقدر نقول الفركتوز اللي هو سكر الفاكهه اقل في الحلاوه من سكر اللاكتوز اللي هو سكر اللبن مش كده دايما انا وانا بتناول الفاكهه بحس ان هي مسكره اكتر عن ما بشرب اللبن تمام طيب السكريات آه، ليها ميزه ان هي آه، قابليتها للذوبان آه، قويه جدا وده يرجع زي ما قلنا للتركيب الكيميائي بتاعها ان هي فيها مجاميع بتاعت آه متعدده المج... الهيدروكسيل او مجموعه الاو اتش -OH. زي ما قلنا لما كنا بنشرح المايه ان المجموعه دي بتقدر تكون روابط تساهميه او هيدروجينيه مع جزيئات الماء يعني الاو اتش -OH اللي جاي من السكر بيقدر يرتبط بالاو اللي جاي من المايه ويقدروا يكونوا رابطه هيدروجينيه فيحصل عمليه الذوبان. عشان كده نقدر نكون محاليل حقيقيه من السكر ونقدر نستفيد بده في صناعه الشراب والعصائر. طبعا لما السكر بيوصل لدرجه التشبع او فوق التشبع بيحصل له بلوره او ما يسمى ظاهره التسكر ودي احد الصفات او الغير مرغوبه في بعض المنتجات الغذائيه وبترجع بقى لدرجة الحرارة مثلا بتاعة ال... المحلول ده درجة التشبع بتاعته الصورة اللي على الشمال بتوضح ظاهرة التسكر ودي بتحصل في المحاليل المحاليل السكرية عالية التركيز زي العسل والشربات وغيرها من المحاليل السكرية عالية التركيز السكر مفيد قوي بيستخدم كعامل حافظ في بعض المواد الغذائيه يعني مثلا في صناعه المربى تركيز السكر يعتبر عامل حافظ لأنه هو بيقلل النشاط المائي او بيقلل الصوره من الماء الحر اللي يمكن استخدامه بواسطه البكتيريا فانا بوصل التركيز للمربى في المربى ل 60% من المواد الكليه الصلبه اللي هي ممثله في السكر عشان تبقى عامل حافظ ويخلي مده حفظ المربى بتوصل لست شهور. طيب السكر برضو باضافته بيخلي الطعام اكثر تقبلا واستساغه بس بالرغم من ده يعني الناس بقت فاهمه ان السكريات الكتيرة مش مفيده قوي للجسم وبتخلي الجسم يوصل لمرحله البدانه او السمنه. و لان السكر بزياده عن الحاجه بيتجه للتخزين للجلايكوجين وبعد كده بيتحول في مسارات من مسارات التمثيل لدهون مخزنه لما هنيجي نتكلم ان شاء الله تفصيليا برضه هنتكلم على الجزء ده فيعني حاليا الناس بقت المستهلكين بقوا على منتجات اكثر توفر اكثر صحه للجسم للبني ادم ففي يعني بدايل طبيعيه للسكر بندور عليها لسه زي الاستيفيا كده الاستيفيا يمكن ده بديل طبيعي للسكر لحد دلوقتي الابحاث بتقول ان هو ما مشاكل في حاجات زي السكارين او الاسيسفولي كي الحاجات دي او الاسبارتام الحاجات دي في ابحاث بتقول ان هي ضاره وبعضها ممكن يكون بيسبب مواد مسرطنه فلحد دلوقتي زي ما بنقول الاستيفيا هي اامنهم على الاطلاق طيب زي ما الكربوهيدرات مصدر طاقه للانسان هي برضو مصدر طاقه للكائنات الحيه الدقيقه عشان كده السكر بيبقى مهم قوي في عمليات التخمر عمليه التخمر دي بتبقى مفيده والسكر بيبقى ليه اهميه وظيفيه في بعض المنتجات الغذائيه زي مثلا التصنيع بتاع الزبادي الزبادي عباره عن السكر بتاع اللاكتوز اللي موجود في اللبن لما بيتخمر بيبقى حامض لاكتيك حامض اللاكتيك ده بيبقى, بيبقى بيسبب شحنات موجبه شحنات المجامع دي بتقدر تجمع بروتين الكازين في اللبن فبتعمل الخثره بتاعت الزبادي اللي احنا عارفينها. فمن غير السكر ما اقدرش ان انا اعمل ده. كذلك برضو في بعض الصناعات بتاعت التخمر الخاصه بالكحول واللبان والعلكه كل ده بيدخل فيه السكر كماده مهمه عشان استخدام البكتيريا. برضو السكر زي ما قلنا فيه تفاعل ميلز بيحصل مع الاحماض الامينيه وده بيبقى مفيد عشان يدي اللون البني للمنتجات الغذائيه اللي زي منتجات المخابز وتفاعل ميلز ده مش دايما بيبقى مفيد لان لو حصل مثلا في اللبن لو حصل معاملة حرارية زايدة أثناء الـ وخلى لون اللبن غامق فده ما بيبقاش سمة مرغوبة في اللبن الـ ولما بيحصل بزيادة للأسف كمان بيكون مركبات سامة جوه الماده الغذائيه السكر نفسه لو اتعرض لحراره زايده قوي بيحصل له ظاهره اسمها الكرمله والكرمله دي اللي هي بتدي لون الكراميل اللي احنا عارفينه وده برضو بيبقى ليه اهميه وظيفيه في بعض الاغذيه ننتقل على البروتينات البروتينات من اهم العناصر الغذائيه اللي بتلعب دور مركزي في الانظمه البيولوجيه طبعا في النمو والتشكيل وتجديد العضلات وكمان في فانكشنال بروتينز زي الانزيمات مهمه قوي عشان سلامه العمليات الحيويه وعشان تمامها يعني مفيش اي عمليه حيويه بتحصل في الجسم او مفيش تقريبا تفاعل بيحصل في الجسم من غير انزيمات البروتين لو استخدم كطاقه هيديني أربعة سعر حراري لكل جرام فانا بالترتيب كده الجسم بيستخدم الكربوهيدرات الاول كطاقه بعد كده الفاتس بعد كده البروتين وعلى حسب بقى الدايت وعلى حسب التمثيل الغذائي وعلى حسب الحميه الغذائيه اللي البني ادم بيعملها بيختلف توجيه الجسم لاستخدام مصادر الطاقه المختلفه يمكن ده هيتدرس في مقررات اخرى ان شاء الله. طيب هو البروتين كتركيب كيماوي عباره عن ايه؟ هو عباره عن بوليمرز لاحماض امينيه مختلفه مرتبطه ببعضها عن طريق روابط ببتيدية. لو بصينا على التركيب الكيماوي اللي في الناحيه الشمال هنلاقي ان البروتين عباره عن مجموعه الامين اللي هي NH2 زائد السلسله الكربونيه المختلفه اللي بتميز النوع بتاع البروتين ومعاها كربوكسيليك اسيد او COOH طبعا بتميزه الدبل بوند اللي هي ما بين السي والاو دي كده ده تركيب اساسي لحامض اميني الاحماض الامينيه وهي الرابطه البيبتيدية اللي, اللي بينها وبين بعضها اللي هي بتتكون في الجزء اللي هو فيه الكربون اللي فيه الحلقه الثنائيه ده هو ده اللي بيميز نوع البروتين في الاخر وبيديله له الخاصيه الكيميائيه المختلفه وده هنشرحه في التفصيل لما نتكلم عن البروتين. طبعا في حاجه اسمها احماض امينيه اساسيه ودي احماض الجسم ما بيقدرش يخلقها وبيحتاجها بشكل ضروري عشان عمليات النمو وتجديد الخلايا التالفه. ايه هي الأنواع الأحماض الأمينية الأساسية دي زي الآيزوليوسين زي اليوسين زي اللايسين زي الميسيونين الانين الستريونين والتريبتوفين والفالب ايه في حاجات اسمها سيمي اسينشال أمينو أسد ودي أه ما بتتخلقش جوه الجسم إلا تحت ظروف معينة زي الأرجينين وزي الهستدين وفي نون اسينشال امينو اسيدز ودي الجسم بيقدر يخلقها وبرضه بتبقى موجوده في بعض الاطعمه الغذائيه زي الانانين والاسبراجين الاسبارتيك اسيد الجلايسين والجلوتامين وغيرها من الاحماض الامينيه طيب البروتينات الغذائيه التي تعرف بانها تلك التي يمكن هضمها بسهوله وغير سامه وكافيه من الناحيه التغذويه ومن الناحيه الوظيفيه فهي قابله للاستخدام في المنتجات الغذائيه طبعا هي البروتينات هي موجوده في مصادر نباتيه مصادر حيوانيه البروتينات الكامله اللي هي فيها جميع الاسينشال امينو اسيدز كلها بروتينات حيوانيه البروتينات النباتيه بروتينات غير كامله ما فيهاش احماض امينيه اساسيه بشكل كامل وفي نفس الوقت قابليتها للهضم والتمثيل والاستساغه اقل من البروتينات اللي موجوده في اللحوم عشان اقدر أخ... أ... 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 الناس اللي هي بتعمل حميه نباتيه او بتستخدم النباتات في التغذية دون البروتينات الحيوانية. بيبقى فيه كده بقدر اخلط انواع مختلفة من الـ 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 البروتينات النباتية او ان انا بكون وجبة من انواع مختلفة من البروتينات النباتية عشان اقدر اوفر على قد ما اقدر الاحماض الامينية الاساسية والباقي ممكن اخده من مصادر يعني دوائية. الجودة الغذائية للبروتين الناقص في الاحماض الامينية اللي هو كل البروتين النباتي زي ما قلنا يمكن تحسينها عن طريق المزج مع البروتينات الاخرى في العديد من العوامل زي محتوى الاحماض الامينيه وقابليه الهضم تساهم في الاختلافات بالنسبه للقيمه الغذائيه للبروتين كمثال بقى يعني زي ما قلنا كده بروتين الحبوب اللي هو جاي موجود في القمح والذره والرز والشعير موجود فيه ميسيونين بس مش موجود فيه لايسين بعكس البروتين بتاع البقول اللي هو زي البروتينات بتاعت الفول الفابا بينز والفول الصويا الميثيونين فيها اعلى من اللايسين ده مثال من امثله تنوع الاحماض الامينيه في بروتينات النباتات طيب لو اتكلمنا على الاهميه التكنولوجيه للبروتين فالبروتين فيه عديد من الخصائص الوظيفيه المفيده في التصنيع زي الترطيب والاستحلاب هو اصلا البروتين بيبقى موجود في شكل غروي بشكل معلق غير دايب بالكامل فبيستخدم بقى في ترطيب الاستحلاب التكثيف الربط تكوين الرغوه وغيرها يعني انا عشان اكون الفوم بتاع القهوه او النسكافيه او الفوم اللي مطلوب في المنتجات المشروبات اللي هي بيدخل فيها اللبن لازم يكون البروتين بجوده مناسبه ويكون معاه مثبت برضو يعني مناسب عشان يقدر يديني الرغوه اللي انا عايزها البروتين عموما بيبقى ليه تاثير على السمات الحسيه زي الملمس والنكهه واللون والمظهر بتاع الاطعمه الخصائص بتاع اللبن الرايب او الزبادي بترجع لجوده البروتين الموجود سواء بروتين الكازين او بروتين الشرشه او الواي بروتين الخصائص الحسيه للمنتجات المنتجات العجين لأي اي اي مخبوزات الشبكه الجلوتينيه اللي هي بتديني الجزء الحجم والشكل بتاع ال... اي مخبوزات جايه من الجلوتين القوه والسلامه والجوده بتاعه البروتين الموجود في الحبوب الخصائص العصريه اللي في اللحوم برضو بتعتمد على البروتينات يعني بنتكلم كتير عن تفاعل ميلرد واللون الغامق اللي بيتكون في الاغذيه طبعا البروتين له دور اساسي ومهم في هذا التفاعل التخمر لبعض انواع البروتينات بيؤدي لتكوين بيبتدات نشطة بيولوجيا وليها قيمة غذائية صحية زي ما بنتكلم على البروبايوتكس اللي موجودة في الزبادي برضو لما بنقول ان في لما بيحصل تر... تغير في التركيب التربيع للبروتين او تحلل البروتين زايد بيديني مركبات غير مرغوب فيها زي البيبتدات ذات المذاق المر وده بتأثر بالسلب على الجودة بتاعت بعض أنواع الجبن او ننتقل للدهون او الشحوم والزيوت الغذائية وهي عبارة عن استرات بتتكون من الاحماض الثلاثية احماض الدهنية اسف مع الجليسرول والشكل الشائع عليها في الطبيعة اسمه الجلسريدات الثلاثية لو احنا بصينا تحت على التركيب فهنلاقي المركب بتاع الجليسرول او الجليسرين اتحد مع ثلاثة ثلاث تلات انواع من الاحماض الدهنية عشان يكون لي الناتشورال فات او الترايجلسترايد او الجليسترولات الثلاثيه وده الشكل الطبيعي للدهن في الطبيعه. الدهون عباره عن مجموعه كيميائيه غير متجانسه وشحيحه الذوبان في الماء بشكل طبيعي. البولاريتي بتاعتها ما بتقدرش تخليها تكون روابط تساهميه مع الميه. بس الدهون بتقدر تذوب في المواد العضويه او المذابات زي الاثير والكلوروفورم والاسيتون والبنزين عشان ادوب دهن لازم استخدم مذيبات عضويه عشان اقدر استخدم الدهن ده الده بصورة زي 99 من الدهون 99% من الدهون في النباتات والحيوانات عباره عن Triglycerides زي ما احنا قلنا ان ده بيسمى بالدهون الحقيقيه طيب في درجه حراره الغرفه الدهون بتكون صلبه بس الزيوت سائله ايه اللي بيخلي الدهون صلبه والزيوت سائله التشبع درجه التشبع بتاعه الاحماض الدهنيه اللي موجوده زي ما احنا شايفين كده في المركب اللي تحت الدبل بوند اللي ما بين مجموعتين الكربوكسيل هم دول اللي بنسميهم عدم التشبع الانساتيوريتد ده بيحول الدهن في صوره سائله كل ما تزيد عدد الروابط الغير مشبعه كل ما الدهن بيكون في صوره سائله كل ما تكون الروابط مشبعه بالكامل كل ما الدهن يكون في صوره صلبه زي الزبده او المسلي سواء الطبيعي او او الصناعي الانساتيوريتد دي بنلاقيها كلها في الزيوت النباتيه طبعا لما نيجي نتكلم على الدهون هنتكلم على الاهميه الحيويه والتغذويه وال... والنيوتريشنال سايد بتاع الساتوريتد والانساتوريتد فاتي اسيدز الدهون كمصدر من مصادر الطاقه زي ما قلنا احنا الجرام من الدهن بيدي 9 سعر حراري الاطعمه بمختلف انواعها بتختلف في محتواها من الدهون من من حاجات محتوى فيها عالي جدا سواء في من الساتوريتد او الانساتوريتد لحاجات منخفضه جدا يعني مثلا الزبدة بيوصل تركيز الدهن فيها ل 80% الجبن ممكن يوصل لفوق ال 25% يعني الجدول اللي على الجنب ده بيوصل بيقول لنا المحتوى الكامل والتقسيم ما بين الساتيوريتد والان فاتي اسيدز بينما هنتكلم لو هنتكلمنا عن الخضار والفاكهه هنلاقي نسبه الدهون فيها لا تتعدى ال 1% من الاهميه الحيويه للدهون ان هي برضو بيبقى جواها الفيتامينز الدايبه في الدهون اللي هم فيتامين A و D و E و K او فيتامين ا وفيتامين د وفيتامين اي وفيتامين ك ودول مهمين قوي عشان صحه اجسامنا وكمان الدهون فيها احماض دهنيه ضروريه عشان صحه الجسم زي حمض اللينولينيك اللي مفيد جدا على صحه الانسان وبيقلل من احتمالات خطر الاصابه بامراض القلب لو اتكلمنا على الأهمية التكنولوجية أو التصنيعية للدهون، فهنقول إن الدهون ليها دور مهم أوي إن هي درجة الاستساغة أو الطعم أو الملمس بتاع الفم مسؤول عنه الدهون. كمان الدهون بتستخدم للتطرية. لما بعمل الفطاير فكل ما بعمل طبقات أكتر من الزبدة أو مصدر الدهن المستخدم، كل ما الفطاير في الآخر بتطلع أطرى او ان انا بحول المخبوزات دي في صوره رقائق برضو الدهون بيبقى ليها اهميه وظيفيه بده نقطة الانصهار كأحد السمات الطبيعية في الدهون بتحدد برضو السمات التكنولوجية المرغوبة أو الغير مرغوبة فيه فأنا مثلا الشوكولاتة أنا بحتاج أن نقطة الانصهار بتاعتها تكون قريبة من درجة الحرارة بتاع جسم الإنسان عشان أول ما أحط الشوكولاتة الفم تدوب واحس انها بتدوب في في الفم فبتديني الانطباع الكويس بينما الكريمه والزبده والقشطه انا مش محتاج نقطه الانصار بتاعتها تبقى قريبه قوي كده فبيبقى الموضوع مختلف عشان طبعا يعني ممكن استخدمها في في اعمال هيدخل فيها حراره فمش عايز الدهون تتحرق مني بسرعه او تتاكسد مني بسرعه الدهون لها قدرة على تكوين بلورات مختلفة عند التبريد ويتم التحكم في ذلك أحد عناصر التحكم في جودة المنتج والتبلور بتاع الدهن ده بيدي خصائص وظيفية في بعض الأطعمة مرغوب فيها زي الزبدة والقشطة يعني لما بسقعها ولما بخلي الدهون بتتبلور بتدي ملمس أحسن من الناحية التصنيعية الدهون الغذائيه يعني بتتعرض لعديد من التفاعلات الكيماويه ممكن تؤثر عليها وعلى جودتها زي مثلا عمليه الهدرجه عمليه الهدرجه دي انا بقلل الروابط الغير مشبعه في الزيوت النباتيه عشان احولها لشكل صلب فيبقى اسهل في التداول واقل عرضه للاكسده طبعا هو عمليه الهدرجه دي يعني المفروض ان هي قديمه هو حاليا الزيوت النباتيه اللي هي مستخدمه بصوره صلبه دي بالم اويل او زيوت نخيل او بالم كرنل اويل وهي موجوده في الصوره الطبيعيه في الشكل اللي احنا عارفينه ده الشكل اللي الدهون حساسه قوي للتفاعلات اللي بيبقى فيها حراره واكسجين وبيحصل لها تحلل مائي او اكسده التحلل المائي او الاكسده للدهون بيكون يعني مركبات ضاره وشقوق حارة برضه هنتكلم عليها لما تفصيليه لما يجي نتكلم على الدهون اكتر ما بيميز التفاعلات بتاعه الاكسده بتاعه الدهن الريحه بتاعه التزنخ او ريحه الفساد بتاعه الدهن اللي احنا كلنا عارفينها واهم حاجه في الدهن برضو تحويل الايزوميرز او التحول ما بين وضعيه سيس وترانس وده بيؤدي لتكوين مركبات سامه والشقوق الحره اللي برضو بتبقى مركبات مسرطنه لما هنيجي نتكلم على العوامل التصنيعيه الضاره او التخزين دار للدهون هنتكلم بشكل تفصيلي اكتر عن كل ده خرجنا كده من العناصر الكبرى دخلنا في المغذيات الصغرى اولها العناصر المعدنيه العناصر المعدنيه هي اي عناصر غير ال N وال O لو اللي هو الكربون والهيدروجين والاكسجين والنيتروجين فاي حاجه ثانيه في الاغذيه تعتبر يعني عناصر معدنيه مهمه ومفيده للجسم زي الكالسيوم والفوسفور والمغنيسيوم والصوديوم والبوتاسيوم والكلورايد وفي حاجات بحتاجها بنسب اقل قوي لانها لو زادت هيبقى اسمها هيفي ميتلز وهتبقى بتاثر بالسلب على صحه الجسم زي الحديد واليود والزنك والسيلينيوم والكروم والنحاس وغيرها طبعا العناصر المعدنيه ليها ادوار مهمه قوي في الاجسام الكائنات الحيه وبتلعب ادوار مهمه قوي في العمليات الحيويه دكتور لو سمحت بس في عدد من الزملاء ما بيحسنوا يفوتوا على المحادثة على المحاضرة مش, مش سامعين خالص؟ لا ما فاتوا على المحاضرة نهائيا في تقريبا عشر زملاء عم بيحكوا على مجموعة الواتس طب أنا أنا عملت أدمت أول أنا آسف أنا مش باصص على الواتس ومركز معاكم ف وف... يعني شكرا لحضرتك ان انت قلتي لي دلوقتي على الموضوع ده. الله يعطيك العافيه يا دكتور. تمام كده اعتقد كله كده دخل معانا. أه بعتذر للزمن اللي كانوا موجودين على الويتنج فتره طويله انا بس ما كنتش واخد بالي ان لسه في ناس على الويتنج ما لهمش ادمنه. اه كلنا موجودين؟ نعم نعم العدد زي ما هو. خلينا نكمل ولو في اي معلش حد أشار لي في في الواتساب استاذنكم تقولوا لي يا جماعه عشان ان شاء الله لو في اي حاجه نقدر نساعد. طيب لو بنتكلم عن الاهميه التكنولوجيه للعناصر المعدنيه الكالسيوم والفوسفات موجودين في في البروتين يعني جزء من التكوين بتاع البروتين زي زي الكازين بتاع ألو اللبن وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. دكتور بس في مشكلة صاير أني الطلاب ما عم يقدروا يدخلوا أبداً على الرابط آه أنا بحاول بسم الله أحل الموضوع هو الرابط بي... ما بيبقاش فيه عدد محدود صح؟ دكتور. يعني ممكن الرابط يدخل فيه أي عدد مظبوط ولا إيه؟ صحيح بس من وقت ما طلعنا ما عاد قدرنا ندخل بس رجاءً الزملاء إذا قدرتوا تدخلوا خبروا الدكتور طب لو في حد مش قادر يدخل دلوقتي ممكن يكتب اسمه على الجروب بتاع الواتساب وهكونسيدر او هعتبر ان هو دخل معانا وان شاء الله يعني ايه لما هنبعت المحاضره ممكن نتناقش فيها لو في حاجه فاتته لو في مشكله تقنيه دلوقتي مش عارفين نعالجها عارف. يعني واضح لا تمام واضح انه كله مش الحال لو ليكوا اي مقترحات برضه عشان نحل المشاكل التقنية دي لاحقا في المحاضرات الجاية برضه يعني ممكن اسمعها منكو عشان نحسن الوضع ده الوضع فعلا مش افضل حاجة طيب الكالسيوم في الحليب ده من مهم جدا من ناحية التكنولوجية لان هو الشحنات اللي عليه هي اللي مفيدة في عمليات التخمر اللي بتحصل للحليب الحليب وتكوين المنتجات اللبنية المتخمرة من غير الكالسيوم ما أقدرش أعمل زبادي أو لبن رايب الفوسفات مهمة جدا جدا في المشروبات الغازية برضو بتؤثر في عملية التحميض اللي بيساهم في أن المركبات النكهة والصودا تبقى دايبة بالشكل المطلوب فده برضو أحد الأهمية التكنولوجية للعناصر المعدنية في الأغذية المختلفة النيكل بيستخدم في الهدرجه بتاع زيت النباتي زي ما قلنا واحنا بنتكلم على الليبيدز ان بيحولها من من الصوره الانساتوريتد للصوره الساتوريتد اللي بتبقى انسب في الاستهلاك واكثر في مده الصلاحيه والحفظ هنكمل الكلام على الفيتامينز الفيتامينز يعني رغم ان هي عناصر ثانويه مش موجوده في الاغذيه بشكل كبير إلا إنها مهمة جدا ومن غيرها في حاجات كتير أوي كعمليات حيوية في جسم الإنسان مش هتحصل بالشكل المطلوب. بصور بس الحضور. طيب أنا أقدر أقسم الفيتامينز لمجموعتين أساسيتين، مجموعة الفيتامينز الزائبة في الماء، مجموعة الفيتامينز الزائبة في الدهون. الفيتامينز الذائبه في الدهون زي ما قلنا من شويه هي الـ A, دي E, K والفيتامينز الذائبه في الماء هي مجموعه آه فيتامينز بي بانواعها المختلفه زي الريبوفلافين والنايسين والبروتين والسايمين آه وفيتامين سي دول اهم آه انواع الفيتامينز الذائبه في الماء من الناحية الكيميائية الفيتامينز غير مستقرة أثناء المعاملات الحرارية وهي أول حاجة بتتكسر لو عملت المادة الغذائية بمعاملة حرارية فأنا أتوقع إن اللبن الـ UHT أو اللبن اللي هو بيعامل معاملة حرارية عالية عشان الشيلف لايف بتاعه يوصل لستة شهور هيبقى كل الفيتامينز الطبيعية اللي موجودة فيه متكسرة فعشان كده هنلاقي إن بعض المنتجي الـ UHT بيضيفوا فيتامين A وفيتامين دي عشان يعوضوا خسارة الفيتامينز اللي متكسرة. كمان فيتامين سي اللي موجود مثلا في الحمضيات مش هتوقع ان هو يكون موجود في عصير برتقان معبأ مثلا بعد البسطرة او بعد التعقيم الا لو المنتج اضافه تاني بشكل ما او اخر بعد المعاملة الحرارية اللي بيميز اللون بتاع اللبن البقري عن اللبن الجاموسي البيتا كاروتين او الفيتامين اي في الصوره بتاعته ان الابقار ما بتقدرش ان هي ما عندهاش الانزيم اللي بيقدر يكسره للصوره اللي هي اللي من غير لون فبتنزله كبيتا كاروتين لونه اصفر فبنلاقي اللبن البقري لونه اصفر واللبن الجاموسي لونه ابيض لان الجاموس بيقدر ان هو يمثل البيتا كاروتين ويحوله لفيتامين اي موجود في اللبن. الاسكوربيك اسيد وده صورة من صور فيتامين ايه بيستخدم كمضاف غذائي وهو مهم قوي كمضاد أكسدة وبيثبط الإنزيمات وبيمنع تكوين السموم في الأغذية وبيستخدم برضو كريجيوليتر أو منظم طبيعي موجود في الأغذية زي ما قلنا من شوية فيتامين سي هو أقل الفيتامينز استقرارا وبيتعرض بالتكسير قوي بسهولة يعني 60 درجة أموية كافية قوي إن هي تكسر كل فيتامين سي اللي موجود في العصير. بس. طيب خلصنا كده الجزء الخاص بالعناصر العناصر الغذائيه الكبرى والصغرى هنتكلم هندخل سريعا كده في الجزء النظري العملي. نتكلم عن يعني ايه اخد عينه غذائيه. او اخذ عمليه غذائيه مهمه جدا قوي عشان اقدر اعمل التحليل الكيماوي واقدر اوصل لنتيجه اللي هي هتفيدني وهتقول لي هو الماده الغذائيه دي إيه مقدار التغير اللي حصل فيها أثناء المراحل المختلفة آه, عشان أقدر أحكم بشكل قوي لازم أن تكون العينة ممثلة آه, وتكون آه, دقيقة تعبر عن الpopulation ال اللي اتسحبت منها العينة آه, خلينا ندخل بتفاصيل أكتر لازم يبقى في شروط أساسية لما أجي أخذ عينة ممثلة للغذاء، لازم أن تكون العينة ممثلة بطريقة عشوائية ما فيهاش أي درجة تحيز. يعني مش هاخدها من اتجاه معين ولا من شكارة معينة ولا من بطريقة معينة لا، لازم أن تكون راندم بشكل كامل. ولازم آخد كمية تكفي بزيادة عن التحليل اللي أنا هعمله، يعني أنا لو التحليل مثلا بيحتاج كيلو من العينة، أنا محتاج آخد 2 كيلو عشان طبعا لو التحليل حصل فيه ايرور وأنا محتاج أكرر يكون عندي اكسس او يكون عندي جزء زائد من العينه اقدر استخدمه لازم برضو وانا باخد العينه ابقى عامل في حسابي او واخد في اعتباري ان مش هيحصل اي تغيير في التركيب او الخواص او الصفات بتاع العينه وانا بسحبها من لحظه سحب العينه لحد ما اخلص تحليل عشان في الاخر النتائج بتبقى بتعبر عن الواقع وما يبقاش في اي نسب من نسب الخطا الخطا في الاخر هيوديني اتجاه غلط للحكم على الماده الغذائيه طيب لو انا قسمت كده التسلسل بتاع خطوات صاحب العينه فانا الغذاء الكلي مثلا لو انا هسحب عينه بتاعت مثلا بقول جايه لي في شحنه من مورد ما هو جايبها من مصنعه اللي هي اللي هي من مزرعه فانا الغذاء الكلي في بالطريقه دي هيبقى الكميه الكامله اللي جايه من المزرعه الرسالة الغذائية هتبقى العربية اللي جايبالي الشكاير مثلا اللي فيها البقول ديت. الوحدة بتاعة العينة هتبقى الباليتة مثلا يعني كل العربية شايلة باليتات، كل باليتة مثلا فيها 20 شكارة من البقول. فوحدة العينة دي هتبقى الباليتة. مقطع الوحدة الشكارة الواحدة في الباليتة دي تعتبر مقطع الوحدة. العينة المصغرة هي العينة اللي أنا هاخدها من مجموعة الشكاير اللي في البلتة الواحدة عشان اقدر اجمع عينة تصلح للتحليل عينة التحليل هي بقى الكمية اللي انا هحتاجها عشان في الاخر تديني القياس او القيمة اللي انا بدور عليه يعني يعني ده 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 الاستراكشر بتاع السامبلنج ايه العوامل اللي انا من خلالها بقدر احدد اختيار صاحب العينه الغذائيه الغرض من الفحص انا محتاج العينه دي ليه هل عايزها عشان اقبل او ارفض الشحنه هل عايزها عشان اقدر مدى الجوده هل محتاجه اقدر درجه التجانس طبيعه الماده الغذائيه برضو بتقول لي ان هعمل ايه وانا بسحب العينه مظهرها شكلها حجمها درجه تجانسها اقدر اقسمها ولا لا المعاملات التصنيعيه اللي تعرضت لها الحساسيه بتاعه المركبات الموجوده في الماده الغذائيه للظروف بتاعه سحب العينه كل ده هيقول لي هسحبها ازاي طبيعه الاختبار برضو اللي انا بعمله هتؤثر هل الاختبار وطريقة أخذ العينة هيأثر على الصفات بتاعة العينة ولا لأ؟ الوقت اللازم بتاع الاختبار وبتاع سحب العينة، التكلفة بتاعة العينة، كل ده هيحدد لي الطريقة المناسبة والأدوات المناسبة حتى الحجم المناسب من كل عينة غذائية أنا بسحبها. طيب عندي نظامين لسحب العينات، عندي النظام اليدوي لسحب العينات وده بيعتبر أحد الأنظمة. تفضلي تفضلي اختي صالحه صالحه يا أيه دكتور بس ال اسمه الخيار الرابع من الأغذية شو هو الحيلولة؟ الاختيار الرابع يعني ارجع للسلايد اللي فاتت ديت إيه لو سمحت دكتور أيوة يا إيه الجزء اللي حضرتك بتسألي فيه؟ بس بس ثواني الخيار الحيلولة دون حدوث أي تغيير شو معنات الحيلولة هون؟ الحيلولة يعني آه يعني عد يعني عدم ال يعني بالبلدي كده آه ازاي اقدر امنع ان الحدث ده يحصل ده معنى الحيلوله طيب انا اسف لل... لو عقلي مش مصحصح طيب طيب عوامل تحديد اختبار سحب العينه الغذائيه عندنا هون هل الوقت اللازم للاختبار شو هو يعني هون الوقت اللازم للاختبار يعني انا لو انا العينه مثلا تحفظ في درجه حراره مثلا مبرده مبرده عشان احافظ عليها من التلف لو انا مثلا عندي عينه من الانهايدروس ميلك فات الانهايدروس ميلك فات اللي هو اعلى درجات الفات اللي جاي اللي جاي من اللبن من ناحيه الكميه بتاعه الفات اللي فيه يعني الفات بيوصل فيه ل 999 من عشره تمام فطالما الفات واصل قوي للدرجه ديت فهو حساس جدا جدا لعمليات الاكسده وعمليات التذنب فانا لازم العينه دي تحفظ مبرده فانا لو انا خدت العينه ديت عشان اعملها تحليل والوقت بتاع التحليل خد وقت اطول من اللازم ده هياثر في سلامه العينه نفسها فلما سلامه العينه تتاثر لما هاجي اقيسها هتبقى الصفات الكيميائيه اللي فيها اتغيرت يعني مثلا لو انا بقيس في الاي ام اف رقم البيروكسيد كاحد عوامل الجوده المؤثره في التقييم او الحكم على الاي ام اف لو انا سبت العينه فتره طويله فالرقم ده هيتغير مش هيبقى معبر عن الشحنه الاصليه اللي انا سحبت منها العينه أه لو الوقت بتاع الاختبار طال عن الوقت اللازم مفهوم كده كمثال توضيحي تمام مفهوم تمام دكتور الله يعطيك العافيه يا رب اللهم طيب انا زي ما قلت في نظامين لسحب العينات في نظام يدوي وفي نظام اوتوماتيكي مستمر النظام اليدوي ده بيعتمد على ان في شخص بينزل بنفسه بيقدر يحصر الحجم بتاع العينه على حسب الاستراكشر بتاع السامبلنج اللي احنا اتكلمنا عليه من شويه ويبدا يستخدم اداه من ادوات سحب العينات في سحب العينات